السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم أخوكم محمد صلاح، رجعنا بفيديو جديد. من أسوأ الأشياء اللي ممكن تحصل للأشخاص اللي بيجوا متأخرين على البيت إنهم يكونوا داخلين وبتسللوا، وفجأة يجيك واحد طالع في وشك من أهلك وبوم تتحول المنطقة إلى حلبة مصارعة، يديك بنية خلاص تقع منها، وفجأة يديك وضعية خلاص أنا المنتصر ويقعد يصفق لنفسه وأنت تقعد تبكي. وبس ده اللي كان معنا اليوم، وبس في أمان الله.